قال له يا رسول الله اسمع اسمع أريد أن أنفق. قال أنفق. قال عندي درهم. قال أنفقه على نفسك. قال عندي درهم ثاني. قال أنفقه على زوجتك. قال عندي درهم ثالث. قال أنفقه على خادمك. هذا بالترجمة نيشا. قال له عندي درهم آخر. الرب قال له أنت أبصر. أنت أبصر أي أنت أعرف وأعلم بمن يستحق النفقة. نفقت على روحك ووليداتك والخادم ديالك. عند الرابع أنت أبصر. الله.